مساء الخير بحلقة جديدة من برنامج أنت مين. ممثلة لبنانية صاعدة لمع اسمها مؤخرا، قدرت بفترة قصيرة تخترق الساحة الفنية وأثبتت أنها ممثلة من الطراز الرفيع وعلى خطى نجمات الكلاس اي. جوي خوري بنت جوزيف وغريتا، مواليد 17 كانون الثاني، أما رقم السجل فهو 292 رشمية. مساء الخير جوي. مساء النور. كيفك؟ أنا منيحة. هلا رح نبلش بأول فقرة من فقرات البرنامج، ومين أنت؟ رح نحكي شوي عن طفولتك. يلا الله يستر. خبرينا شو توحمت أمك؟ وقتها كانت حبلة فيي؟ إيه إذا بتتذكر. بتذكر مثل ما هي بتخبرني إنه هي قال ما توحمت على شيء غير بس كانت تشتغل مع حدا، مع بنت بالمكتب تبعها، كانت تشتغل توريزم، فشافت بنت كانت تحب كثير تمها، فهي وحبلة فيي بتذكر كل الوقت كانت تقول إن شاء الله بنتي يطلع تمها مثل هيدي البنت يلي بشتغل معها. وبعتقد هيك لأنه تمي طلع لا بيشبه تم أمي ولا تم بيي، طلع ما خصوا فيهم اثنيناتهم. غريبة هالتوحيمة. فكان هي كان ما بدها عيون زرق، ما بدها شيء، بدها عيون سود، بس تم بدها إياه بطريقة معينة، فما توحمت على شيء غير على تمي. طب أي ساعة خلقت؟ الساعة 3 بعد. وين؟ بمستشفى بالأشرفية بعرف بيروت. طب زعل بيك لأنه كنت طلعتي بنت؟ زعل وما زعل، يعني أول ولد وكان بخاف، هو وحيد بين خمس إخوة بنات، كان بخاف إنه ما يطلع له صبيان، فجيت أنا أول ولد بنت وكلهم يقولوا له أهلين أم الصبي، أهلين أم الصبي، وهي تقول لهم لا بنت، وأكدت لهم يعني بس خلقت أنا بنت. فأول رياكشن كانت شوي إنه بنت، بس بعدين طلعت فوتوكوبي عنه، يعني بيشبهه لإله ما بيشبه أمي أبداً. فبعتقد هذا الشيء صح، مشان هيك اسمي جوي على اسمه، هو اسمه جوزيف فسموني أصلاً جوي، بسموه للبنات إيه وللصبيان فسموني جوزيف. كنت تعملي مشاكل كثير؟ كنت مشاغبة؟ كثير من أنا وصغيرة، على طول عندي قصص، على طول عندي شيء أعمله، على طول بدي، على طول عندي شيء كان بالحياة. تبعك حشرة؟ إنه أخذ الحشرية من ستي شوي. خبرينا هيك عندي شوية حشرية. شي خبرية شوي، شوية مشاغبة مع شوية حشرية. هلا أنا بتذكر شي كتير صغير، كنت كتير صغيرة، كانت أمي بعدها فوتتني على المدرسة جديد، ف بقصة المشاغبة، مش بس مشاغبة، كان راسي بزنس من أنا ولد، ما بعرف ليه كنت حب تجارة، حب إنه، فكان عمري 5 سنين على القد، كنت أول صف ابتدائي بعدني فايتة بتذكر، وبيجوا بيبعتوا المعلمات ورا أمي، فأمي بتقول بعدني مفوتتها على المدرسة يعني، وبنتي شاطرة وفوتوني أصغر بي، كان عمري 3 سنين يعني، فوتوني لأنه كنت أمي معلمتني كل شيء بالبيت، فبوصل على المدرسة بيبعتوا المعلمات ورا أهلي، أمي شو في شو صاير؟ بيقولوا لبنتك عم بتتاجر بالصف. شو عم بتتاجر؟ إنه ها عمرها 3 سنين شو بدها تكون عم بتتاجر؟ قال عم بتبيع قصص للولاد وعم تستلمون. شو عم بتبيعهم؟ طلعت إنه عم جيب المعكرونة اللي بتيجي مفخوتة، يلي هي المعكرونة عم بشكهم أنا، أعمل منهم عقودة وأساور، أعمل وبيعهم للولاد بالصف، وقول لهم إنه هذا شغل إيدي، ويصدقوا هن لأنه ولاد صغار، وهي طلعت آخر شيء عم بيعهم معكرونة أنا، عقودة وأساور. لما أنت صغيرة، أنا صغيرة عندي قصص وخبريات، وأنا صدقهم خلي لأنه ولد صغير بيصدق، قول لهم هول هاند ميد معمولين، وأنا حفرتهم وشغلتهم بإيدي، وأنا آخر شيء عم بيع معكرونة يعني. طب تربيتك كانت شرقية ولا غربية نوعا ما؟ كان في البالانس إذا بدك، كان في البالانس بين الأم والبي. أمي كان عندها إذا بدك she's more open minded، يعني عندها إنه الثقة أنا بوثق فيك بس أنت فيك تعملي اللي بدك إياه، أنا علي أنصحك. بي كان عامل الإكليبر بإنه الإذن وكل شيء بدك تطلبيه بدك تطلبيه مني، وإذا بدك شوي العائلة الشرقية بتاخذيه من البي أكثر من الأم. طب بيك بما إنه كان قاسي شوي كما عم بتقولي ولا مش كتير؟ مش قاسي، أكتر ما كان إذا بديك هيك عزيح يعني. طب كان في ضرب؟ أنا ماني مضروبة من بي ولا مرة بحياتي، يمكن أكلي بتذكر كف من بي، إيه أكلي كف بحياتي كلها يمكن. طب شو السبب وليه ما بتنسي؟ ما بنسي لأنه كان عمري 14 سنة وكنت أول جهلتي، فهربت من البيت على فالنتاين، فكان فالنتاين وبعدني صغيره وانا عمري 14 كان بالنسبه له بعدني صغيره، وكان اول حدا يعني بحياتي واول فالنتاين ومعزومه عليه، وما بعرف كيف بدي اقول له انه انا بدي اروح على فالنتاين، بوقتها كان بعد ممنوع اظهر لحالي،
انا بال14 كان بعدني بوقتها، هلا صار بنت ال14 بعد تظهر. عندك اخوي؟ عندي خيين شابين. فكان ممنوع اظهر بال14 وانا ظهرت وهربت، مش بس ظهرت يعني ظهرت وهربت وما قلت لهم، قلت لهم انا باقي بالمدرسه مأخرة للخمسة ونص. مشاغبه وبتركبي فلومه من انت وصغيره. قلت لهم عندي شيء احضره بالمدرسه وبدي اقعد احضر بالمدرسه وانتم تبقون بيجي بعد الظهر مأخرة. هن دقوا على المدرسة، ما في حدا، ما في شيء. قال أنا الأوتوكارات، بس وصلت على البيت حتى بيسألوني ليه تأخرتي، ما الأوتوكارات تأخروا وأنا ناطرة كل الوقت وتعبت، وهن عارفين الفيلم اللي مراقبته. فبي بتذكر طعماني كف، مش بس لأنه هربت، طعماني كف وقال لي فوتي غسلي وجهك، لأنه كمان كنت حاطة ميك أب. كنت حاطة ميك أب كمان. جاي من المدرسة وحاطة ميك أب وهربانة فالنتاين، ما عجبت القصة يعني أبداً. خبصيها من كل الميلات. طيب كيف كانت علاقتك بإخواتك؟ أنا وخيي أصغر مني بسنة، ربينا على راس بعض مثل التوم، يعني ما حسيت الفرق ابدا لانه على القد، اصغر مني بسنه على القد، يعني انا جانيوري هو فبروري، فانا وياه اذا بدك ربينا مثل كانه شخصين توم، وكل شيء كنا نعمله مع بعض من طفولتنا. خي الثاني في فرق 14 سنه، اذا بدي كثير فرق كتير. مثل ابنك اذا بدك. ايه يعني بال14 كانوا بيتجوزوا قديما، فخلي جي جوناثان كان مثل اذا بدك ابني، لانه بال14 بعد البنت بتحب انه تعامل خيها كانه ابنها، وخاصه اذا بيبي صغير. ف ريلاسيون ات واز ديفرنت، بس نحن اصحاب يعني، حتى بطفولته هو صغير وفي فرق هالقد عمر، خليته دائما يحس انه هو خيي، مش اصغر مني هالقد فرق عمر، ورفيقي مثل خيي الكبير. طب في شي شخصيه كرتونيه هيك تاثرتي فيها؟ كان عندك شي سوبر هيرو؟ كان عندي، كنت احضر اول شيء والت ديزني، اهم شيء كان عندي والت ديزني، كل افلام والت ديزني كنت احب، بوكاهونتاس وازميرالدا، كل شيء جيبسي، كل شيء هندي، كل شيء بيشبهي. ما بعرف بيعرفك بالحياه الطبيعيه، حتى لهلا صرت بشوف حالي بشبههم، يعني حتى بعد عندي شويه من، حتى على كبر اخذتها، يمكن لانه تاثرت من انا وصغيره، كنت احب كثير الجيبسيز والهنود. ف كنت وين ما بدي اروح بدي اجيب فساتين الغجر، بدي اجيب ارسم على راسي وعلى ايدي مثل الهنود، فتاثرت فيهم كثير بطفولتي ومثلتهم والبديكه. طيب شو هي اللعبه اللي بتاثر فيك او اللي كنت ما فيك تتركيها؟ لعبه اكشلي انا كنت العب بالالعاب مثل كل الاولاد، بس غير انه العب بالالعاب مثل كل الاولاد، كان عندي لعبه مخصصه للاين كينج، سيمبا ضل معي، وبذات الوقت كنت اعمل مسرحيات، يعني مثل الافلام انه انا اخذ الشخصيه، يكون عم بحضر فيلم، ان كان ديسان زانيمي او فيلم. انا من انت وصغيره عندك هيدي الموهبه؟ ديسان زانيمي، كنت اتمرن على ديسان زانيمي من انا وصغير، ما كنت اعرف انه موهبه، فكر حالي انه انا غريبه عن الاولاد، ليه بحب العب لحالي، ليه بحب مثل مع الخزانات ومع التخت واعملهم انه سبيكتاتور تبعي، بالحمام اقعد اعلم البلاط. فهول القصص انا كنت، هدول اللعبات المفضلين انا وصغيره. هلا بننهي هيدي الفقره وبنروح على فقره وتعلمنا. شوفي كان عندك عقده بالمدرسه من شيء معين؟ خبرين عنه. كان عندي عقده من العوينات، عوينات النظر. عوينات النظر. وما كنت تلبسيهم ولا؟ لا، انا صارت عندي العقده لانه جبروني البسهم من عمر كثير صغير، لعمر 18 سنه انا ولا مره بالمدرسه بعرف حالي بلا عوينات، فهذا الشيء كون لي عقده، لانه كل التلاميذ بيعرفوني بالمدرسه بعوينات، بس فيلم من المدرسه انا اتحرر من عوينات النظر وشيلهم. وانا وصغيره كان ممنوع شيلهم لانه كان عندي عين كثير ضعيفه بعدها، بس صار عندي عقده انه العالم تعودت علي بعوينات، يعني هن بيعرفوا هيك شكلي، طب اذا انا شلت العوينات بركي شافوني بشعه. وكبرت معي العقده، يعني مش انه بقيت تنقول بصفوف صغيره، كبرت معي ل 18 سنه، لنهار اللي تخرجت ما معقول اتخرج بالعوينات. فما رحت على تخرجي اللي بتشوفي كل الفيديو تبع التلاميذ عم بيستلموا الدبلوم تبعهم، لانه ما بدك تشيليهم، لانه خفت من الرياكشن، لانه شلت العوينات وما كنت بعد عملت ميك اب، ما لحقت الميك اب للسهره، يعني كنت اخذه موعد الميك اب بس للسهره مش للتخرج، ما حبيت حالي بلا عوينات. فانا بتذكر حالي راكده بالمدرسه وامي راكده وراي بالسياره تتنزلني على التخرج، وما نزلت وما نزلت. خفت يفكروك نيرد مثلا لانه مع عوينات؟ خفت يفكروني انه اول شيء هيدي نيرد على طول بتلبس عوينات، وكيف شلت عوينات وصار شكلها هيك، و18 سنه العالم ما بتعرفني بلا عوينات، فجاه انا اروح على البروم بلا عوينات، فما تقبلتها. بالسهره عملوا لي ميك اب وزبطتني امي ولبستني مثل برنسس. بتذكر وقت رحت على السهره كان عاملينها بالرويال، ما حدا عرفني، ما حدا عرف انه هيدي انا اللي كنت معهم بالمدرسه، هالقد غيرت عليهم. فعملوا لي عقده لدرجه انه بس كبرت بعد 18 وصرت بالجامعه وهلا بحياتي،
أنا ما بلبس عوانات مع أنه لازم ألبس عوانات، ما عادت لبست عوانات بحياتي. طيب كنت تحسي قبل وقتك تحط عوانات أنه بيخبي لك شيء أو بتخبي كاركتير فيه من جوا؟ لأنه بتذكر أنه بالمدرسة طالما أنا لابس عوانات أنا غير إنسان، بس شيل عوانتي وأطلع من المدرسة صير شخص تاني. هذا الشيء أثر على شخصيتي وعلى نفسيتي، ضعفت شخصيتي بالمدرسة لأنه ماني مرتاحة بحالي، ما حب عويناتي، حس حالي أنه أنا بشعة كولد، فضعفت كتير شخصيتي. بس شيل عويناتي وأطلع من المدرسة تشوفيني أنا عطول بوسي، عطول شخصيتي قوية، ما بستحي من شيء، حس حالي مرتاحة. فأثر علي كتير، أثر علي من حياتي، كيف ربيت بالمدرسة، كيف تأقلمت من وراء عويناتي. طب أول مرة طلعت على المسرح بالمدرسة كانت؟ كان بالمدرسة. خبرينا عنه. كان عمري 9 سنين، كان بعدني نقلي على المولاسال الجديد وطلبوا مني أعمل مسرحية بعمر 9 سنين أنا أكون لفوف دو بارب بلو، يعني أرملة بارب بلو. هو زلمة قتيل قتلة ومعروف عنه بيقتل نسوان وبيضبهم بالخزانة تبعيته. فكانت المسرحية عن محكمة عم بيقاضوا الأرملة يلي هي أنا عمري 9 سنين، وأنا بدي أترجى القاضي لما يحبسني وكله حق على جوزي، وهو اللي عمل كل شيء مع بكي مع صريخ. فكانت اول اكسبيرينس لي على المسرح. ثاني اكسبيرينس كانت بعمر 11 سنه غنى ورقص، مع انه انا لا بغني ولا برقص ولا صوتي حلو، بس ما بعرف وين كان عندي الثقه افكر حالي انه انا صوتي حلو. ف كانوا بعدك لهلا صوتك مش حلو؟ بعدني لهلا صوتي كثير بشع. صوتي انا ما بعتبره حلو، ما بعرف، انا ما بحس حالي دويله للغنى. مع مين كنت اصحاب اكثر، صبيان ولا البنات؟ صبيان صبيان، ما بعرف ليك يمكن لانه عندي اخوه صبيان، فكنت ارتاح مع الصبيان اكثر من البنات. كنت حاسه انه بغاروا منك البنات؟ مش بغاروا، يمكن هي لانه انت بتكوني اكبر او انت بعمر صغير بتفكريهم بغاروا، بس كنت حس انه انا شو ما اعمل يعملوا مثلي. وين ما اروح اذا تعرف على بنت جديده تصير فجاه تصير كوبي عني. انا ولد كنت اجي لعند امي الا ليه بيعملوا هيك، ليه ما عندهم شخصيتهم، ليه بيصيروا مثلي. امي تقلي لازم تنبسطي، يعني عم بيتقلدوكي، يعني انت حدا مهم. ما كنت افهم انا ولد، فتزعجني هالشيء انه انت وين كاركترك. ما كنت افهم انا ولد، بس كبرت تغيرت الامور. فكنت حب الصبي ما بيتقلدني، ما بيعمل شيء مثلي، فيني خبره كل شيء بلا ما يصير مثلي. طب كيف كانوا علاماتك؟ كنت شاطره كسلانه؟ كنت شاطره كثير، لتقريبا لصرت بعمر 15-16 سنه اللي هو هيدا عمر الجهل والضياع اذا بدك. سقطت شي مره؟ لا ولا مره، بس الترمينال هي دورة تقديم الدولة، سقطت بالترمينال لأنه ما درست. طلعت تعمل روتريتي بالجبل، وبدل ما أعمل روتريتي كنت عم بلعب وعم بتسلى مع صاحبتي. ما كنت حاسة بالمسؤولية؟ كنت أعرف حالي أنه أنا بكل حياتي إذا بدرس أو ما بدرس بنجح، فهيدي الثقة الزيادة عن زوم خلتني أنه خلص هيني أنا حتى لو ما درست رح أنجح. وما ثقة بهالشي، ثقة بدورتنا، كانت أصعب دورة معروفة بلبنان بوقتها لأنه كان سوسيو إيكو بعده جديد. أي سنة؟ 2004 بعتقد. فسقطت وما قبلتها على حالي، لأنه أنا كيف سقطت؟ يعني أنا بالنسبة لي حتى لو ما درست رح أنجح. هزت ثقتك بحالك؟ إذا بدك ما انهزت ثقتي بحالي، أكثر ما انصدمت وكانت أول مرة بسقط بصيفيتي، يعني رحت صيفيتي. شو كانت ردة فعل أهلك؟ خفت بالأول من ردة فعل أهلي وما كنت عارفة كيف بدي واجههم، بس طلعت لأول مرة عكسية. يعني أمي لأنه أنا يمكن ولا مرة سقطة بشي، يمكن سقطة شهر بالمدرسة إرجع شد حالي، بس عن جد ماني سقطة بشي دولة أو آخر السنة أو هيدا. فأمي بالعكس وقفت حدي وشجعتني وصارت هي تدرسني وتسهر معي الليالي وتدرس معي كرمال أنا أروح أدرس وأعمل تاني دورة. وهيك صار، نجحت من وراها، مشي بظرف جمعتين درستني إذا بدك بروجرام سنة كاملة. طيب خبرونا انه كنت تدخني بالمدرسة. كيف كمشوكة؟ بلشت انتزع بالمدرسة على كبر، بس بالترمينال سجون برومير ترمينال. هي بلشت انتزع اذا بدك مش من المدرسة اكثر من برات المدرسة، لانه بس بلشي تكبري بالعمر وتبلشي بالادوليسانس، يعني بال 17 18 بتشوفي كل اصحابك عم بيدخنوا، انت بتكوني ما بتدخني، بصيروا يتمسخروا عليك انه انت بعد ما كبرتي او هيدا. فيلا اوكي بجرب. وانا كان عندي كل شيء ممنوع مرغوب بالحياة، يعني كل شيء بتقولي لي ما تعملي مش منيح لصحتك او هيدا بدي اعمله بدي اجربه. يعني اعرف انا خلينا نقول انه انت حشرية. اذا بدك حشرية وما فيك تجيني من فوق، يعني ما فيك تجي تقولي لي لا. بتحب تكوني ليدر؟ بحب كون انه انا اللي بدي اعمله اذا بدك، يعني ان واي ما فيك اذا ما بكون بدي اعمل شغله وجيتي قلتي لي لا بصير بدي اعملها. عرفت لك كيف؟ فافضل اذا امي بتعرف علي ما بتقلي لا، بتقلي نصيحه مني ما تعمليها، عرفتي؟ بطريقه انه بتعرف اذا رح تقلي لا رح اعملها حتى لو ما كان براسي.
فتعلمت التدخين، ما كنت دخن كثير يعني، كنت ما اعرف دخن، فكر حالي عم دخن، لك حد ما كمشوني بالمدرسه عم دخن، فهون عرفوا اهلي وانا هون المشكله، هون المشكله لانه اهلي مدخنين هن، بس كانوا ضد انه اولادهم يدخنوا. ما هن المدخنين بيكونوا اكثر شيء لانه ما فيهم يعملوا شيء مع حالهم، عرفتي؟ لانه بيكونوا فايتين بالمصيبه ما فيهم يعملوا شيء مع حالهم. فبتذكر انه بي زعل مني كثير، بقي ست اشهر ما بيحكي معي. ست اشهر مش انه ست اشهر زعلان مني يعني، عم بيراقبني، مش انه مش اوكي على كل شيء، لا انه بيراقبني، بينتبه لي، بيطلع اذا عم دخن او لا، عرفتي؟ بصار يراقبني اكثر تيعرف، مش انه زعلان مني ما بيحكي معي، ولا مره خنقني انه ما يحكي معي، بس انه ست اشهر، قصدي ست اشهر مراقبه اذا بدك تشوف اذا بدخن ما بدخن. اوكي. من المدرسه رح ناخذ جوي على الجامعه بس بعد البريك.